حالياً الساعة 5 الفجر، الكل كان مستعد. ما ودي أسولف، ولكن هذا المشهد رسالة منا حق الحكومة. يا حكومة شنو تبين؟ نروح ما نلاقيش ناكل أصلاً، حتى اللقمة ما عارفين ناكلوها، ماسخ زي السم. هذه نتيجة القرارات الغير مدروسة، هذه هي النتيجة. الناس طالعين الساعة 5 الفجر عشان يروحون دواماتهم، لأن خايفين أن يتأخرون على الدوام. ونفس الوقت في نهاية اليوم نفس المشهد يتكرر مرتين. شوف بس الباص، الناس تضطر أن تتكدس داخل الباص بس عشان توصل الدوام. سلام عليكم، يعطيكم العافية. يعني بصراحة 5 الفجر والناس كلها بالشارع. كل التوقيت واحد، كل العمال على مستوى الكويت بتطلع على الطرق في توقيت واحد، يعني بتقعد أكثر من 4-5 ساعات عبت ما توصل للدوام. حطيتوا الدنيا كلها بين قوسين، مش هيقدر يطلع برا كده. الناس كلها يعني متضررة، وانت بما فيهم انت متضررة. 12 ساعة يوميا من بلش الحظر، الكويت على هذا الحال من بداية اليوم لحد نهاية اليوم. بنية تحتية تتحمل هالزحمة؟ الناس مضطرة اليوم تطلع بهذا الوقت عشان تروح دواماتها. الناس مضطرة انها تخالف. امس ما جينا لحقنا خبز والله في البقايا، يعني جينا متأخرين ما لقينا خبز ولا لقينا اي اكل، وقاعدين من غير عشاء امس. رسالتي حق الحكومة، الصورة ابلغ من الكلام. احنا شنو وضعنا؟ ليش احنا شنو ذنبي انا اطلع الساعة 5:30 الفجر عشان اروح دوامي واتاخر نص ساعه وساعه وينخصم من راتبي علشان قرار ممكن يكون انت مستعجل فيه؟ ليش اطلع 5:30 الفجر؟ انا موعد مؤذن، انا مش عارف اشتغل ولا عارفين نروح ولا عارفين نيجي، وحالي حيوقف دلوقتي. انا اتاخرت على العمال دلوقتي وممكن اتفنش في من الدوام بسبب التاخير ده. بقى لي اكتر من الساعه 6 ولا من الساعه 5:15 وانا في خطان، على اساس ان انا اطلع من 5:15 لحد الساعه كام، 6 ساعه الا ربع، مش عارف ادخل واطلع من خطان فوق وتحت. بس يعني في نهاية اليوم أو نهاية تقريرنا اليوم، يا حكومة دراستك مبنية على مناعة قطيع؟ إذا على مناعة القطيع بلغنا عشان ما نسند الراس أي أحد، لأن الوضع يقول كذي مناعة قطيع. هل إحنا مضطرين أن إحنا نخالف ساعات الحظر وندفع مبالغ كبيرة؟ هل إحنا مضطرين أن إحنا نخالف الباص ولا التاكسي لأنه مركب أشخاص فوق العدد المسموح له؟ هل إحنا مضطرين أن ناس تتفنش من دواماتها لأنها قاعدة تتأخر يومياً؟ عيدوا النظر في قرار الحظر الجزئي. نعم تبون مصلحة البلد، بس مصلحة البلد لازم تكون مبنية على دراسات. أوكي عندك دراسة، مو راضي تقول لنا شنو دراستك، تعال شوف نتيجة الدراسة مالتك. هو السؤال، احنا متى راح نرجع بيتنا؟ ساعة ونص تقريبا. ساعة ونص، اوكي. هذه نتيجة القرارات الغير مدروسة، ممكن تكون مناعة قطيع. ها